بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لكم مشاهدينا وحبابكم عشرف بيتكم بيت الهنا. مسألة الزواج زمان كانت سهلة وبسيطة جدا، وكانت بتختلف باختلاف المناطق إذا كان لهم علاقة بي ود الخال ود العمة أنسب ليكي. حتى السن كان لها تأثير. بنلقى إنه أماتنا وحبوباتنا تزوجوا في عمر صغيرة شديد، اللي تزوجت 15 17 واللي كان قبل كده كان لهم تأثير طبعا على حياتهم وعلى مستقبلهم وعلى أولادهم، لكن كانوا ماشيين بفهم إنه كان كبر ابنك خاوي فبيبقى خاويه على أنه يكون قريب لك في عمره، وبالتأكيد بيكون مصادق لك في حياته. نجي لعمرنا ده وللعصر اللي احنا عايشين فيه، بنلقى المسألة اختلفت شوية مع الدراسة ومع التعليم ومع غيره. السنة المناسبة للزواج هل ممكن نحددها؟ هل ممكن نقول بالنسبة للزوج أو بالنسبة للشاب دي السنة أصلا مفترض إنه يتزوج فيه، وأيضا بالنسبة للبنات بشكل عام؟ تعالوا نناقش الموضوع ونشوف من نواحي مجتمعية ومن نواحي ثقافية وعادات وتقاليد هذه المسألة. أهلا بكم مشاهدينا، ومرحب بضيفتنا اللي هتشرفنا، أستاذة آمال عثمان مكي، وهي مختصة في الخدمة الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم، تعالوا ننتظر. بيت الهنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وصلت لصالون بيت الهنا أستاذة آمال عثمان مكي، وهي مختصة في الخدمة الاجتماعية. أهلا بك، شرفتينا أستاذة آمال. أهلا وسهلا. الفترة السابقة أو يعني أيام حبوباتنا وأماتنا ما كان في مشاكل وتعقيدات كده في عملية الزواج، بالعكس هم بقول لك العرس كان أطعم من حس، يعني حس عرسكم مسيخ. الحاجة دي لها علاقة يمكن بالعمر، العمر الصغير بيكون جميل. الفرق شنو ما بين الفترة الزمان وحسي؟ والله الفرق الفرق يعني زمان العرس كان بسن، عموما كل أماتنا وحبوباتنا كان يتزوجوا في سن مبكر يعني مقارنة مع 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 زواج هسه. وبعدها كانت زيجات يعني بتكون زيجات ناجحة، وبتكون زيجات فيها يعني ما فيها المشاكل بتاعت هسه. فده أنا ما أعرف ده راجع لأنه الاختيار الأهل كان قاعد يكون صح في الوقت ذاك، أو النساء ذات هن اللي هن صغيرات السن ومزوجات يعني بتقبلن الأمور برحب بسعة صدر زي ما بقولوا، ومارسن حياتن بصورة طبيعية، والحياة كان بتمشي وما كان بيكون في مشاكل. صحيح. جينا هسه في 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 الزمن الهسه يعني الزواج بتاع الصغيرات بقى فيه مشاكل مشاكل يعني مشاكل كثيرة جدا جدا، ونتائجه كلها بترجع سلبيا على الفتاة اللي زوجت صغيرة، واللي هي لسه كانت في بداية حياتها وبدت حياتها بكمية من المشاكل ما معروف تمرق منها بأي نوع من الأعباء يعني. صحيح. مع اختيار الزول الأفضل ده اللي هو له علاقة ممكن بالنضج الفكري، ممكن نقول ممكن النضج الفكري، النضج الثقافي، النضج التجارب. النضج الفكري بخلي فيه تجارب في في في, في الآراء، وبخلي فيه يعني مساحة لأنه الناس تنطلق منها عشان تناقش حاجاتها، تناقش مشاكلها. نعم تمام. يعني عندنا القصة نشوف الاختيار للسنة المناسبة للزواج كيف تمت. تعالوا نشوف القصة مع بعض ونرجع مرة ثانية. تفضل. أنا لما طلبوني وأبوي مضى يعني ما كنت عارفة يعني ما بعرف الزواج شنو، لكن طبعا تفاجأت بالزواج بعد الزواج. زوجي كان عمره 30 سنة وأنا عمري 13. لما كان عمري 15 سنة كان عندي ولد وبنت. تعبت في الزواج المبكر، ما كملت تعليمي وما قدرت أواصل بعد الزواج. أنا ظلمت كثير في الزواج المبكر، طبعا ما كملت تعليمي، ما يعني ما مشيت في الحياة لقدام شوية، عرفت فيها الحياة فيها شنو. أولي تفاجأت بالزواج وولادة وتربية وتعليم وكلام زي ذا. يعني أنا ما كنت بقدر بتعامل مع أولادي، لكن الحمد لله معاي أمي في البيت بتساعدني إنه أعمل كده وأشيل كده. السلبيات الزواج المبكر طبعا ما بتقدر تساعد أولادك في التعليم، يعني ما بتقدر تصل معاهم لقدام في التعليم، يمكن تصل معاهم يعني لحد ثالث خامس سادس كده وبس، على كده بتقف. أنا لما أمشي لقيتي في المدرسة أو صحباتي يلاقوني في الشارع فبقولها فطومة
واختك لاقتنا برا. فطومه اختك جت في المدرسه ايامنا يعني كان بيزوج طوال، لكن هسه الحمد لله ما في كلام زي ده. انا هسه بنتي حتتخرج السنه دي ان شاء الله، يعني انا برضو بنتي تقدموا لها في نفس السن، لكن انا رفضتها واصريت انه تكمل تعليمها عشان تكون انسانه ناضجه وتنجح في الحياه لقدام مع اطفالها في بيتها كده. بنصح يعني ابهاتنا وامهاتنا والاخوات انه ما يسرعوا في الزواج، ان الواحدة لما تكمل سن 25 دي سن مناسبه، بتكون ناضجه، بتكون يعني قدرت تستوعب الحياه، قدرت تتعامل مع ظروف الحياه، الحمل، الولاده، البيت، بتكون بقت انسانه ناضجه. اما في سن صغير ما بتقدر. عزة احنا نتمنى لك ان شاء الله السعاده والهنا، ونتمنى لك التوفيق في حياتك الزوجيه، وعموما يعني السن المبكره بكون لها تاثير ان شاء الله تكون هي ايجابيه زي ما كان زمان عندنا في اماتنا وحبوباتنا. مساله عزة انها تزوجت وهي صغيره، الزواج المبكر في العصر الحالي هل ممكن يكون له اضرار ويكون له مشاكل؟ والله اضراره كثيره كثيره لو قعدنا نعيد فيها، يعني ما في حسن، يعني ما 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 في حسن، يعني لو 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 مسكناها من كل الجوانب النفسيه الاجتماعيه النمو الطبيعي كله هنلقاها كلها فيها مشاكل وقاعد تعكس مشاكل، وده اللي ادى لكميه بتاعت الطلاقات في الفتره الاخيره. البنات بيكونن صغار وهن في بدايه حياتهم وهن مطلقات. فالتحديد عمر للزواج انا افتكر انه هو ممكن يكون مربوط ب ب ب ب انا بالنسبه لي اذا كان خيروني او اذا كنت انا المسؤول عن تحديد سن الزواج بالتحديد، انا افتكر انه 24 مناسب، 24 ماشي قباله. لا يعني حتى 20 ما ينفع، حسب بيقول يتخرجوا 20 21. معلش، هاي بعد ما تتخرج ممكن نزول، بعد ما يتخرج هاي ممكن يكون ضغط السلم التعليمي والناس بقت في عندها سنين، ممكن عموما افتكر انه زول بعد ما يتخرج من الجامعه ممكن يتزوج. هل ممكن اقول في الاسره في زول محدد كده اللي هو ممكن يحدد عمليه اختيار السن المناسبه للزواج بالنسبه للاسره؟ والله يكون الاب والام. ما افتكر في زول ثاني، يعني ممكن يكون الاب والام ممكن يحددوا السن المناسبه للزواج. ومش السن المناسبه يعني كمان هي فينا دخلت في مفاهيم ثانيه، انه العريس كويس، العريس مرتاح، العريس ما عارف شنو، ما بتفوت. فبالذات الاسر اللي بتكون ثقافتها يعني بسيطه في حاجات زي دي، لا يعني عكس الاسر اللي بتكون مثقفه تفتكر انه لا، انه البيت تختار اختيار اللي هي عايزاه عشان في النهايه تبدا حياتها من غير اي مشاكل. ولانه معروف انه الزواج ده يعني ما حاجه بتاعت يوم وليله، ده شيء ابدي يعني. صحيح. احنا عندنا بالذات في ابدي يعني. صحيح. الحاجه اللي لها علاقه برضه يعني حتى مش الثقافه بس، يعني في كثير من الاسر اللي ممكن ما يكون عندهم تعليم، لكن بحكم التجربه ممكن تكون ابناء بناتهم واولادهم يعني في نعيم عايشين بسبب تجربتهم وبسبب تفكيرهم الصح والفراسه اللي ممكن تكون موجوده عندهم لاختيار الزوج. الحاجه اللي هي لها علاقه بالمضار اللي ممكن نلقاها في السن المبكر شنو في الوقت الحالي؟ طيب اول حاجه لو مسكناها من حته اجتماعيه، الزوله اللي بتتزوج صغيره دي اكيد قطعت تعليمها، يعني ما واصلت تعليمها، وده يعني قد يسبب لها كثير من الاضرار مستقبلا، يعني لانه الزمن ما معروف، القدر ما معروف، افتراض انها ما دارت تشتغل يعني، لكن ممكن لما يكون عندها شهاده يعني بتكون سلاح بالنسبة لها. صحيح. وقت ما تحتاج ليها لأي ظرف من الظروف بيكون ما عندها أشكال يعني. فالزواج المبكر بيخليها بتكون شنو قطعة تعليمها، ودخلت لها في دور يعني كبير عنها، بعد شوية جابت لها طفلة، هي الأم طفلة والبيت طفلة، هم كلهم أطفال. حياة يعني صعبة بالنسبة لها قبل أنها تكون مسؤولة من بيت وراجل وطفلة، يعني شغلة يعني هي لسه عايزة تلعب وعايزة تطلع عايزة تعيش طفولتها، لسه هي عندها طفولة ما مارستها. فالمسألة بالإضافة لأنه حتى تكوين الرحم، حتى الشيء البيولوجي حقها
بيكون لسه نموه مكتمل يعني, بيكون لسه محتاج لانه النمو يكتمل بصوره كامله عشان ما تحصل لها مشاكل في الحمل, في الولاده, العسر بتاع الولاده, الموت بتاع الجنين, تحصل لها المشاكل اللي بتحصل في الناسور البولي ما عارف شنو كل الحياه دي, لانه بتكون هي زوله صغيره وما مستعده للحمل في الوقت الحالي الحالي يعني. ايوه الاختيار زمان اختيار السن المناسبه كان له علاقه بانه حتى لو كان في اختلاف كبير ما بين سن البنت العروس وما بين العريس, يعني بنلقى انه في بنات ممكن يكون عمرهم 12 سنه 14 سنه 16 سنه والزوج بيكون فوق ال 40, ورغم كده كانوا بيقول لك انه احنا يعني هو اكبر مني فانا احترمه, فكان هنا بيدخل الاحترام. المشاكل شنو في العصر الحالي من اختلاف الكبير اللي بيكون ما بين الزوجين؟ اختلاف الافكار انا افتكر, بعدين بالاضافه لاختلاف الافكار اختلاف طموحات كل زول يعني, يعني كل زول برنامج بيكون في وقت, هي بتكون يعني لسه شابه دارت تستمتع بالحياه, هو بكون خلاص المرحله دي فاتت, يعني بتجي هنا المشاكل في انهم هم ما متفقين, الفارق العمري بيناتهم كبير وما قدروا يوظفوه مثلا, او هو ما قدر ينزل ليها لانه هي تطلع ليه دي صعب وغالبا تطلع يعني ما قدروا يتلاقوا في النص في اي منطقه من المناطق عشان يواصلوا فيها, بتيجي المشاكل هنا يعني. ممكن يكون منتقد اذا هو نزل ليها يعني, اذا بدا يلبس مثلا القمصان الشبابيه, بدا في حفلات يرقص معاها, يعني الحاجات اللي هي لها علاقه بالمجتمع اللي بنلقاها حوالينا انت بتشوفيها وممكن تلقي روحك انك بتنتقدي ممكن. حتى لو احنا وصلنا مرحله من التعلم هي ممكن بالذات لما يكون يعني هو لو بقى الفريق 10 كده ممكن يكون ما المساله تكون مع ملاحظه, لكن لو بقى اكثر من كده يعني ممكن تكون ملاحظه, بالذات لو هو زول كبير وهي الزوجه الثانيه مثلا ما في حته زي دي ثاني كمان صح. لو هو زول ممكن يكون يعني ممكن تكون هي قدر ابنائه مثلا, قطع الشك دي يسلك اي سلوك عشان يحاول يجاريها ولا هناي, بتكون ملاحظه وبتكون ملفته للنظر يعني. هل ممكن يعني هذا الزوج يفقد احترام ابنائه او زوجته الاولى, وهل الزواج المبكر ده هل ممكن يكون له برضه بعض الايجابيات؟ اذا احنا اغلب الحلقه تكلمنا عن سلبيات هنتكلم في الموضوع بعد الفاصل, خليكم معنا. بيت الهنا, اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا, نتواصل معاكم في اختيار السن المناسب للزواج. اهلا ومرحبا بكم استاذه امال مره ثانيه. من الحاجات برضو القديمه اللي كانت موجوده استاذه امال اللي هي الشاب ممكن يتزوج واحده اكبر منه في السن, وكانت الحكايه ما ملاحظه او ما بنتقدوها بشكل كبير, وكانت الحياه بتمشي وبتجيب منه اطفال. ليه هنا العكس يعني, او حتى اذا حصلت المساله دي بتكون بمثابه الكارثه؟ والله بس لانه يعني 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 المجتمع عموما يعني في الفتره الحاليه ما درج عليه علينا الزياد دي يعني في انه يتزوج اكبر منه, بالذات هو يكون شاب وحوالينه الشابات اللي ممكن يكونوا اجمل منا واحسن يعني. ده طوالي بيجي سؤال في يعني في الذهن في انه زول ده او الشاب ده يتزوج الزول الاكبر منه دي عشان يستفيد منها مثلا ماديا وظيفيا طمعان فيه, المهم عشان يستفيد منها, ده السبب بتاع الزواج, لانه برضه حتكون نفس الاشكاليه بتاعت انه راجل كبير يتزوج بنت صغيره يعني, برضه الاشكاليه بتاعت عدم التوافق, انه كل زول برنامجه براه, وانه كل زول حاجاته بتكون بتختلف, كل سن عندها احتياجاتها يعني وعندها طلباتها بالضبط كده يعني. وممكن هي نفسها تكون لها علاقه او تاثير في انه في المستقبل هيتزوج عليها واحده وتكون صغيره, اللي هو يمكن تكون مسألة بتاع التعويض لأنه الحاجة دي ما عملها في الأول مثلا, ممكن ممكن. ومرات بيكون في 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 علم النفس في حاجة اسمها التعويض يعني زول الزوج الشاب الزوج المرة الأكبر منه يعني زي اللي بحس فيها أمه برضه بالنسبة للبيت, زي اللي بتحس فيها أبوه, زي فيها إسقاط لمسألة الأبوة اللي ما مارسها, أو أبوه توفى بدري عنه, أمه توفت بدري عنه, ممكن تكون دي برضه يعوض النقص اللي عنده فيه بالضبط كده, يعوض النقص اللي عنده في الزول اللي قدامه دي يعني. وبعدها يجي يتصدم في انه الحاجه العلاقه الزوجيه مختلفه تماما, وهنا بتجي مشاكل ولا بتبقى هنا نوع من التبلد في المشاعر ما بيناتهم كازواج. بالضبط كده, وبعدين كل ده بيبتدي يفتش الحلول الثانيه واللي هي الزواج في السر, يا الخيانه يا يعني ان شاء الله ما يبقى ده. طيب استاذ امال, من الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها انه اختلاف يعني السنه المناسبه للزواج بتختلف من بلد لبلد. الثقافه السودانيه
احنا عندنا برضو اختلاف فيها الثقافة السودانية. في اختلاف في يعني كل من القبائل ممكن تكون عنده ثقافته الخاصة به، يعني كقبيلة براو مثلا بالإضافة للثقافة السودانية كلها اللي بتلم الناس، يعني في عوامل مشتركة بيناتنا الاثنين وفي عوامل بتخص القبيلة براها أكيد بيكون عندها تأثير يعني. وكانت برضو يعني خلينا أقول لك إنه اللي بيتزوجوا كان برضو لهم علاقة بإنه بيسكن في حتة واحدة، يعني زمان كانوا أمتنا وحبابنا لما كانوا يتزوجوا عليهم مش بيقعدوا مع بعض، ما كان في مشاكل. التمدن اللي حصل والعولمة اللي حصلت خلت الناس نوعا ما إذا زادت عدد البيوت ممكن يكون في بيتين قريبات لبعض أو جنب بعض، أو ممكن في سكن واحد ممكن يكون هي تحت والتانية بتكون فوق. شكل العلاقة دي هل ممكن هي تكون باختلاف العمر يكون فيها مشاكل ما بين الاثنين؟ والله عادة قاعد يكون فيها مشاكل، قاعد يكون فيها مشاكل كثيرة، لأنه أساسا الزوجة الأولى لو سميناها بتكون ما راضية بالزوجة القدر عيالها يعني، وبتجد مشاكل في إنه الزوجة الثانية اللي هي الصغيرة زي ما بقولوا بتحاول تستحوذ على الزوج، وعشان يعني دايرة تعيش حياتها تدخل تمرك تتفسح ما بعرف شنو، فده بيجيب المشاكل. إضافة لأنه هو بكون يعني لما عرسها بيكون عرسها في السر، يعني الزوجة الأولى ما كانت عارفة ما كانت موافقة ما عندها رأي، المهم غصبا عنا كده يعني، فعشان كده كلها بتقوم تخلق نوع من المشاكل وبتخلق المشاكل بيناتهم يعني. مسألة التوفيق بين الأبناء ديل والجداد كيف ممكن تكون؟ ما خلاص هي حصل الزواج. والله دي برضه بتعتمد على مدى وعي 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 الأسرة ذاتها ورب الأسرة يعني، بأنه يحاول يقرب الوجهات النظر، يحاول يعدل، يحاول يعمل كل الحاجات متساوية عشان الناس كلهم يقوموا في 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 جو واحد، أخوان الكبار على الصغار يحترموا بعض يتعاملوا مع بعض، دي كلها بتعتمد عليه على 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 الأبو بالتحديد، يعني ما يميل ليصايد ويخلي صايد الثاني. إذا تعاملت معاملة واحدة يعني قطع شكل الناس بتمارس حياة عادية والحياة بتمشي يعني، وبتكون النتيجة هو يعني الناس متصالحين يعني مع الحاصل هاي، أخوانهم الصغار يدخلوا يمرقوا بعد شوية كمان، إذا الأمور مشت بالصورة دي الأخوان الكبار ممكن يربوا الأخوان الصغار لأي لو حصل للأبو أي ظرف يعني، حصلت كثير يعني وبتحصل في المجتمع أيوة، لأنه لو ما عملوا كده بينتقدوا يعني من المجتمع حوالينهم. بعد الكلام اللي قلناه ده كله هنرجع للسؤال الرئيسي، السن المناسبة شنو للزواج بالنسبة للشاب وبالنسبة للشابة؟ والله السن المناسبة دي مفروض تكون بعد العشرين يعني، بعد العشرين ليه من الاثنين يعني. والشباب كيف انت عارفة في ناس ممكن يقول لك يعني ديل ممكن يتكلموا في انه الزواج المبكر وما عارفين انه اقتصادياتنا كيف واحنا شباب ما لاقين شغل واحنا شباب مرتباتنا بسيطة، يعني احنا عايزين نعمل عملية بتاعت الموازنة في الزواج في عمر صغير وفي نفس الوقت نحقق لهم استقرار كبير وانهم ما يصلوا مرحلة انهم يكبروا ويبقوا فوق الأربعين ويفتشوا بعد ذاك للصغار يعني. هي طبعا دي الدور ده يفترض يكون ده دور الدولة يعني، اللي هي بتقوم تقدم خدمات لمواطنينا اللي هو بيوت بأجرة معقولة، مواهي مرتبات كويسة عشان الزول يقدر يغطي كل المنصرفات، الناس تشتغل لأنه هسه ثلاث أرباع الناس بيتخرجوا بيكونوا قاعدين عاطلين يعني، ما لاقين البسوق ركشة والبسوق أمجاد والمهم يعني صحيح. يعني بعيد عن القراءة اللي قروها بعد زي ما بقولوا بعد شديد خلاص يكون في يعني تنقيص برضو في التكاليف تحت الزواج عموما علشان نقدر نشجع الشباب. والله أنا شايفة دي أصلا ما إشكالية، لأنه في 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 زيجات كثيرة تزوجوا بأبسط الحاجات صحيح. يعني دي بتعتمد على إنه هم يصلوا وكتصلوا لمرحلة الزواج دي ما عندها يعني ما في إشكالية، يكون عارف هو بيسكن وين وبيأكل شنو. بعدين عندنا التكافل الاجتماعي في 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 في, في المجتمع حقنا يعني، يعني العرس ده يمكن تكون اسهل حاجه لو كان يعني منو بيعمل شنو، منو العم بيعمل شنو، الخال بيعمل شنو، بيكون يتعمل بيتم بالضبط كده، لكن يسكن وين ياكل شنو دي بتبقى اللي احنا بنقول عليها القفه اليوميه دي لما يوفرها بتكون ترى ما في اشكال صحيح. يعني احنا نتمنى ان شاء الله السعاده والهنا لكل الناس ولكل الشباب باذن الله، وحتى الموجود في سن مختلفين في الاعمار نتمنى برضو لهم حياه مستقره وحياه سعيده. شكرا لك يا استاذه امال وشرفتينا كثير. شكرا يا ستي تسلمي. نشوفكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه مشاهدينا، هنتواصل معاكم وما هنمشي بعيد من موضوع حلقتنا، عندنا نصيحه بتخص المراه السودانيه مع دكتور ابو بكر محمد علي نصر استشاري طب النساء والتوليد، نشوف نصيحته سوا، تفضلوا.
نرحب بالسادة المشاهدين في فقرة أمراض النساء والتوليد. هنتحدث في الفقرة دي عن بعض المفاهيم بخصوص الدورة الشهرية. الدورة الشهرية بتحدث في الشق الطبيعي، الدم بينزل بين يومين لسبع أيام، وبتحدث بين بتتكرر بين 22 لأقل من 35 يوم. دي الحاجة يعني نعتبرها من ناحية طبية الشق الطبيعي. إذا أقل من يومين أو أكثر من سبع يوم أو بتجي متقاربة، دي كلها بنعتبرها اضطرابات في الدورة الشهرية بتحتاج لتقييم للحالة. من المفاهيم اللي لاحظناها كثير جدا إنه لما يحدث غياب للدورة الناس بيقول لك الدورة بتتراكم. المفهوم ده مفهوم خاطئ. في بعض الأحيان لما تغيب الدورة، إذا أصلا الحمل مستبعد، ما في حاجة اسمها تراكم الدورة. لو واحدة بتجيها الدورة بصورة كانت طبيعية، تراكم الدورة بيهم لما بتصل لسن البلوغ وما تجيها دورة وتكون علامات النمو والبلوغ طبيعية عندها، ونجي نلقى إنه في عيب خلقي قافل نزول الدورة. ودي في الحالة دي بتحتاج لفتحة جراحية بسيطة في المهبل وبتمشي الدورة عالية. لكن تراكم الدورة بمفهوم إنه حيسبب أمراض ويعمل أورام خبيثة عند واحدة بتجيها الدورة أو واحدة والدة، مفهوم غير صحيح. من الأشياء الكثيرة اللي بتلاقي الناس المغص بتاع الدورة، الناس تعمل له شنو؟ مغص الدورة في بعض الأدوية اللي هي بتشيل الآلام ممكن تستخدمها له، ودي هنا بعض الناس بيمشوا ياخدوا الأدوية اللي بيستخدموها للمغص بتاع البطن العادي اللي هو في حالة زي دي ما بعالية. يعني دائما بنديهم أدوية بنسميها الميفينيميك أسيد، هم عارفينها بيستخدموها بصورة في أيام المغص. وعادة المغص زي دي بيكون مغص بسيط أو يمكن تحمله. إذا بقى حاجة حادة، في أشياء تانية الناس ممكن تأخذها لحد ما يزول. إذا بقى في حاجة حادة شديد لابد من استبعاد بعض الأشياء، وفي الحالة زي دي قد تحتاج لفحوصات أدق. طيب بالنسبة للمشاكل اللي بتحدث مع الدورة، مرات في بعض الناس بيجون دورة غزيرة جدا، ودي بتحدث في فترات مختلفة من مراحل السيدة. يعني حكاية إنه الواحدة بعد البلوغ وتبدأ تجيها دورة غزيرة، إذا ما دخلنا وعالجناها بتؤدي لضعف الدم. وهنا في مشكلة بتاعت إنه الناس بتستحي من مناقشة الأمر، لأنه هي بنت صغيرة ما بتكلم والدتها، ولما الناس تكتشف إنه عندها أنيميا. في الحالة زي دي إحنا عادة العلاج بسيط جدا، عبارة عن حبوب بتنظم الدورة. طيب لما الناس تبقى في المراحل المتقدمة شوية ويبقى في نزيف، قد يكون في سبب عضوي. يعني على سبيل المثال تكون لحمية في الرحم، فلا بد منه نصل للتشخيص الصحيح عشان نقدر نعالجها. في أدوية بتقلل الدم اللي بينزل بصورة كثيرة، ممكن الناس تبدأ ولما تصل للتشخيص بعد ذاك تاخد العلاج المضبوط. وفي الختام نتمنى الناس تتعامل مع الموضوع يعني بدون الحياء الفائت حده عشان تقدر تحيل المشاكل مع الدورة. شكرا جزيلا وعودة إلى الاستوديو. شكرا لك دكتور، وشكرا على نصيحتك. ومشاهدينا، السن المناسبة للزواج تكلمنا عنها بشكل عام، وتكلمنا عن الثقافة السودانية باختلاف المناطق، بالتأكيد لها علاقة وطيدة بمسألة السن المبكرة. لكن عموما هي بوضع من الأوضاع، التقدم موجود والازدهار خاصة في مجال العلاقة الزوجية بيتطلب مننا نسمع نصيحة اللي كانت قدمتها لنا أستاذة أمال، ونتمنى إن شاء الله كل السعادة وكل الهنا لكل المشاهدين. هنا تشروطة تي في إيميلنا، نتواصل به معاكم، وإن شاء الله بكرة لنا مواعيد جديدة. ودعناكم. بيت الهنا.